السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعين قناة خديجة أم فاطي. مرحبا بكم معايا فيديو جديد اليوم. إن شاء الله بارطاجي مع أخوتي والمتتبعين ديولي القهوة نص نص المقطرة في القطارة، هذه العادية اللي كتجي رائعة جدا، جربتها وقلت شاركها مع المتتبعين ديولي. كي تشوفوا كتجي زوينة الناس يعزيز عالم القهوة نص نص بحال ديال القهاوي وحسن كاع صراحه جربتها جات غزاله بزاف. لا كنتوا اول مره تزوروا القناه ما تنساوش تابوناو معايا والضغط على الجرس كيوصلكم كل جديد ديالي فضلا منكم وليس امر. شكرا لكم كاملين لا من بعيد ولا من قريب. كتجي قهوه يا سلام صراحه الله قهوه رائعه رائعه. انا سمعت بها وشفتها في الفيديوهات قلت نجربها ونبارطاجيها مع احلى متابعين ديالي. كي تشوفوا معايا يعني غزاله بزاف، غتستغناو بالمره على القهوه ديال المقاهي على برا. اول شيء كتكون غاليه وثاني شيء يعني كتشربها في دارك وانت مرتاح. هانتوما القطاره هذه العاديه كي غادي ان شاء الله نحط لكم بالتفصيل كيفاش درت ليها، ولا كنتو شايفينها ومجربينها راكم عارفينها. ما كنتوش غير ديروها راه كتجي زوينه لعندكم هاد القطارات هادو. شوفوا كيفاش كتجي واعره صراحه الله كتجي زوينه بزاف. وشكرا لكم كاملين على المتابعه ديالكم وعلى التعاليق وكل شيء منكم، شكرا لكم. يعني راه نعيه ما نبقاش نشكر لكم بصراحه ما نوصلش داك الشيء اللي كديروا معايا. شكرا لكم كاملين. ما تنساوش كي قلت لكم دائما تابونا ولا كنتو ناس جداد. هنا عندي القهوه كي تشوفوا، عندي العصاره وعندي الحليب. غادي ندير تقريبا قياس ديال جوج كيسان تقريبا ولا جوج كيسان لاروب من داك الشيء اللي بغيتوا ديروه ديروه، ما عندكم حتى مشكل. انا هالقطاره عندي كتهز تقريبا جوج كيسان ونص ديال الماء. في عوض الماء غادي ندير الحليب. هو غادي تشوفوا معايا جات صراحه ولا اروع، احسن من ديال القهاوي على برا صراحه الله. هنا غادي نخوي الحليب فهاد هذاك ديالها كل واحد باش كيسميه، كل كيقول لي الكوكوت كل واحد باش كيسميه. غادي ندير قياس تقريبا جوج كيسان لا روب ديال الحليب، وغادي ندير القهوه فهاديك ديك الشبيكه ديالها. بغيتو تجيكم مزيانه المتتبعين يعني عمروا هذيك الشبيكه باش تجيكم يعني قهوه نيت، سمعتوا؟ يعني ديك الشبيكه خاصها تعمر. والقهوه على طبيعه الحال تكون نوعيه الممتازه، كاع الناس اللي مدمنين على القهوه راهم عارفين يعني القهوه المزيانه واللي ماشي مزيانه راه هذه حاجه معروفه. غادي نسد حتى الا بغيتو تنكهوها زعما كاينه ديروا فيها القرفه ولا سكينجبيل ولا شي حاجه هكا النكهات اللي كنديروا مع القهوه ديروهم فيها كتجي زوينه الناس اللي تيبغوا القهوه معشبه. غادي نسد مزيان مزيان باحكام كما العاده. بغينا نقطروا القهوه هكاك وغادي نديها نحطها على البوطه. طبيعه الحال غادي نقص النار تكون يعني متوسطه ما نخليوهاش هكا عليها، وغادي نخليها وغادي تطلع يعني بشكل عادي صراحه زوينه كتجي رائعه والله الا جربتوها. الا عندكم بحال هاد العصارات اي انا متاكده اي دار فيها بحال هاد العصارات عاديين فغادي تستغناو بالمره على القهاوي وعلى كل شيء برا. كتجي لذيذه وكتجي معنى ديال القهوه كتحسوا بها. وشكرا لكم يعني تابعوا اختكم خديجه الله يخليكم. راه المشاهده نزلت عندي بزاف ما عرفش مناش، والناس كيتفرجوا لايك كثر خيرهم ولكن كينساو اللايك صراحه لانه لا طلع اللايك راه كنشوفو كتنساو ليا اللايك. وواحد الحاجه اخرى عودوا تات يعني ملي تفرجوا عاد ديروا لايك في الاخر، الا سبقتوا اللايك راه ما كيتثبت شيء يعني كيطير. ها انتم شو خليتها حتى ولا تطلع، بغيت نوريكم على عينيكم تشوفوا. عرفتي الريحه طالعه عطار عصيره ريحتها بحال شي مقهى والله العظيم ريحتها غزاله غير اي حاجه. اكدوا على القهوه تكون زوينه النوعيه الممتازه بلا بدون ذكر الاسماء ديال القهوه راه حاجه معروفه. هذه الواحد اللي جاب القهوه ضروري غادي يجيب قهوه تكون مزيانه كتجي زوينه بزاف والله. صافي عادي كتحسوا بها راه سكتات ما بقاش كيطلع هذاك القهوه الكشكوشه. صافي كتعرفوا راه خوا هذاك القهوه من التحت. ها هي تعصرت على الحق والطريق وغادي نخويها معاكم تشوفوا على عينيكم. كنتمنى تكون الرؤيه واضحه. ها انتما كتجي على هذا الشكل هذا. كيف قلت لكم ما تنساونيش من اللايك الله يرحم لكم الوالدين، وتابعوا خوتكم خديجه راه المشاهده عندي نزلت بزاف
كندير السكر المقدار كل واحد اش كيبغي. كاين اللي كيشربها سيك مسوسه، انا ما نقدرش على القهوه صراحه نشربها مسوسه، ضروري خصني ندير فيها السكر. وكاين اللي كيشربها هكاك مسوسه، ليه الاختيار. بالنسبه للسكر كل واحد تيدير القياس اللي هو تيقدر عليه. عرفتي كي جات الريحه طالعه والله ما تقنع منها، غير جوج غمات هذه هي القهوه ولا بلاش، جوج غيمات منها تشربها صافي. يعني القهوه حاجه معروفه كتنشط وكترفع شويه المعنويات، وكان فيك الخمول ولا شي حاجه كتشربها كتحس بنينه، ما نكذبش عليكم والله العظيم بنينه. انا عزيزه عليا القهوه هكا، تنبغي نشربها هكا من مورا الفطور، كتخليك يعني ناشط. وهذا حاجه معروفه هذه. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم لا فيديو ديالي، شكرا لكم كاملين. وهذه هي القهوه جات على الحق والطريق، يا سلام، غير جربوها ما غاديش نمو على عندكم هذه العصاره. ابقى لي نقول لكم الى فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم، ولقاكم وانتم احسن حال.